السلام عليكم, this is your boy big reaction. جانا لكم الاولاد برياكشن جديده كالعاده, ولا واحد جديد موجود big reaction موجود, وتعرفوني ما نفلت شيء. الاولاد صايب علينا, الاولاد صايب علينا. نتصور تفرجتوا في الفيديو, فهمتوا الفوضى وفهمتوا اللغه, ونورمال ما وصل لكم التوضيح او كوضحت للناس الكل. بيفي موف اون بليد دوغ رولي تيتر هبطوا عنده 5 سوايع. الاولاد كليب اوفيسيال, ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى, نفهم العمليه مع بعضنا. بليد دوغ ماهوش قاعد يغيب برشا الاولاد, موجود موجود, فما برشا كونتينياسيون, برشا خدمه فهمتني ولا, وبرشا كليبات. شوفوا مع بعضنا نفهموا العملية. البيتات اللي يخدم بيهم بليد دوغ, نذكر العباد ولا بالنسبة للعباد اللي ما تعرفش راهم هارد دين ما فاكر صاحبي, يخدم بيتات ما همش عاديين أبار الأصوات اللي في فوكول اللي استعملهم. البيتات ركز مع البيتات, أسمع صاحبي. النار تتحرق, شفت كيفيه؟ شفت لازمك تكبتي برو, لازمك تكبتي برو. جبنا بالذريعة قالوا جابوها من وقت توما ملا ملا يمي ما اسقط عبد ساك تي لحظة, تي مش غدرتني بدرجة اللي ما نجمش نعمل رياكسيون. تي شبيك برو؟ اسمع, مازلت نحكي على البيتات. اسمع صعب, اس جبنا بالذريعة قالوا جابوها من وقت توما ملا ملا يمي ما اسقط عبد ساقي الحومة بلاش زطلة تولي لي غوانتانامو جونتا كبيرة تركض وشوية زيوان لحمامو لما هكا خير عريبة توريك العيب دور في جونتا باش ننسى اللي بيني وبينك باز اسمع اسمع البيت, اسمع الفلو واسمع اللغة. تشبيك يلعب بليد دوغ, قلت لكم من قبل كي يبدا البيت الاولاد هارد اوتوماتيك مون تيتر باش تعدها اوتوماتيك مون اوتوماتيك مون, خاطر البيت راهو ديما 50% وحده هازز 50% من حاجات فيها 10% 30% 20%, فهمت كيفاش؟ البيت راهو 50% من التيتر. اسمع سير سقات اكثر من اللي تتصور يا خلي البلال البلا وانت وينك دور في جوده باش ننسى اللي بيني وبينك دور في جوده باش ننسى اللي بيني وبينك اش عملتي فيا ماما ماما صب زيد خلات مخيب قلوبكم من قبل ومش توا ولات انتوما ناس تحبوا العيب رميتوا بلاكم على العباد الناس في روحي يا روحي يما خلي عزاها سكات اي سربيني يا قلبي لا دوز بيبي يا كنت كنت اني مور كوني برشا مارك برشا امور برشا معارك وبرشا امور فاكت يا برو خايف للدنيا على يدو عزي شيب وانا ماني محصل والو في بلاد احتاما كل واحد لاهي في حوالو الفلو الفلو الوليد الفلو الوليد راو كي تلعب بالفلو اكي يا صاحبي كي تلعب بالفلو اكي جوست بصوتك راك تعرف اش قاعد تعمل فهمت كي راك بالرسمي تعرف اش قاعد تعمل وخزر لها وخزر ركز فيها يا قلبي لا دوز بيبي يا كنت كنت اني مور هوني برشا مارك برشا امور خايف للدنيا على يدو والراسي شيب وانا ماني محصل والو تحت ما كل واحد لاهي في حواله يضرك اكثر من اللي نفعك وينك فيه يضرك اكثر من اللي نفعك وينك فيه تي ما انا شنقول انفع العباد تفيد العباد وما تسرش من العباد تفيد نفس الكاس نفس السيجار ونكمي فيه جو تح دور دور يا ياسر سقط اكثر من اللي تتصور يا خلي البلا البلا وانت وينك دور في جونتا باش ننسى اللي بيني وبينك جو تح دور دور يا ياسر سقط اكثر من اللي تتصور يا خلي البلا البلا وانت وينك دور في جونتا باش ننسى اللي بيني وبينك
نحب ننسى اللي بيني وبينك سيبنا سيبنا صاحبي مش وحدي نحكي انا والبوكا ايه ما بيناتهم مخنوق للكرو ما تيتر بتاعي ولا عارف وين يدور جو ته مانيش وحدي نحكي انا والبوكا شيخة ما تكمل لي الياحو ما بيناتهم مخلوق للكرو اسمع وملا لغة صاحبي وملا كليب وملا بساطة وملا لعب اسمع بلي الدوك قاعد يلعب الولاد بلي الدوك قاعد يخدم قاعد يخدم الراو في الكونتينياسيون فرد الوقت الراو في الديليفري الراو في البرفورمانس الراو في السيد قاعد يحسن اكثر واكثر قاعد يخدم اكثر واكثر ديما القديم واش قاعد يوخر تيري الجبنة فهمت كيفاش باش تلاحظ اللي لعبيد راه كي تركز في الجيم تركز في الجيم لعبيد كي تركز في الخدمه راهي تتقن الخدمه حتى وكان مش متقنه تولي متقنه فهمت كيفاش هكا نكونوا كمان رياكسيون بلي دوغ رولي كليب اوفيسيال تيتر عنده 5 سوايع من الهبط الفيو اندر ريتد برشا الاولاد ما نكذبش عليكم تيتر كاسح تيتر مزيان بوزيتيفيتي الاولاد ايجابيات الجو جاي مش نعملوا جو جاي مش نتفرهدوا صعيب علينا مزيان بلي دوغ بيت كاسح لغه كاسحه فهمتني ولا لا وسامبل خاصة السامبليفيسيتي السامبليفيسيتي فهمت كيفاش هذيك أهم حاجة البساطة صاحبي وهذيك أهم حاجة وبلي الدوك خدم عليها الكليب كيف كيف سامبل مش داخل برشا خرم وفازيت كلي تدخل بعدك بالعكس تيتر مزيان وتعدى ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون ولاد ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابل ان شاء الله في اقرب وقت ممكن سيو شراكم كومنتاريتكم دليتكم اجواكم سبسكرايب نتاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي مطر رياكشن 22 مينسكول اول اللي في الديسكريبسيون نقرا خفيفه تلقى روحك غادي صاحبي تحب تسال تحب تنصح تحب تعطي رايك مرحبا يا برو هذا ما يمنعش تبعني غادي خير خاطر غادي ديما نهبط لهنا كيما نقولوا ما نمنيش نهبط حاجات اخرى فهمت الغادي فهم. مرحبا بيك صاحبي نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن وقبل ما نختموا الرياكسيون تاعنا نذكروا ونزيدوا نذكروا ونزيدوا نذكروا اللي هي اهم حاجه القضيه الفلسطينيه الاولاد اغزروا له مش عارف فات الهدنه من هنا راجعوا صاحبي اشتيق 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 رجعنا تقولش عليها ما فماش هدنه من النصر ولو والله جرائم من حرب التريبل والتريبل يعني فوسفور على يدي على بعض الشيء ايش معنى واش شنو تحب توصل يعني الكيان الصهيوني يحب يوصل حرفيا للعالم راهو بالرسمي مونيك العالم راهو بالرسمي ما عندك علاش فهمتني ولا تخمم انك تعيش فيه يعني العالم الكل يتفرج في حاجات كيما هكا صاحبي شبيك 24 ساعه ما تعديش الموت اللي ريناهم يا ولدي يدخلوا بقوه راهو اما هذا ما يمنعش الله ينصر المقاومه بارتاجيو اي حاجه على فلسطين رجعوا يبانيو في الكونتويت ورجعوا يحبوا يعاودوا يجربوا فهمتوا باش يعاودوا فهمتني ولا يفشلوا مره اخرى واصلوا الاولاد في مسانده القضيه الفلسطينيه ووقوفكم للقضيه الفلسطينيه خاطر هيك اهم حاجه وهيك الواجب تحيا فلسطين دائما وابدا الله ينصر المقاومه ويرحم شهدائنا في غزه تقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن peace and love